في مدينة العريش امبارح تم ختام فعاليات مهرجان سباق الهجن، واللي تم تنظيمه بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي، وشارك في المهرجان عدد كبير من المتسابقين في مختلف المحافظات. لسه الاحتفالات مستمرة في مدينة العريش احتفالا بعيد تحرير سيناء، والأجواء المبهجة الحلوة بتتجدد مرة تانية في ختام سباق الهجن في نادي الهجن الرياضي في مدينة العريش. الحقيقة في أجواء حلوة وجميلة بحضور عدد كبير من القبائل وكمان اللي مهتمين برياضة الهجن. تعالوا بينا نشوف ختام سباق الهجن كان عامل ازاي، والأجواء المبهجة والعروض الفنية اللي كانت موجودة على أرض سيناء. وصل سباق الهجن لمرحلته الأخيرة بعد انطلاق الشوط النهائي من السباق اللي أقيم في نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وسط حضور كبير من محب السباق وأهالي سيناء ليشهد ختام السباق توزيع الجوائز على الفائزين. هي النهاردة يعني مع معالي المحافظ كان عندنا تتبع لافتتاحات وإنشاءات وأنشطة شبابية كتيرة، لكن ختمناها برسالة مهمة جداً لأهالينا وعوائلنا من شيوخ سيناء من خلال الاتحاد المصري للهجن في هذا السباق الكبير جدا في هذا المضمار، اللي الحقيقة معالي الوزير سيادة المحافظ يدا بيد كده الحقيقة للاهتمام ان احنا نوصل بنادي الهجن لهذا الموضوع في هذا المكان. ده حاجة مش قليلة، وان أهالينا يكونوا معسكرين ومخيمين ويسهروا ويبقوا كل يعني حاجاتهم موجوده هنا في هذا الاحتفال الكبير، حاجه مهمه جدا في هذه الفرحه اللي بنشارككم فيها. وكمان ولادنا من غزه وفلسطين وجودهم النهارده بهذه المناسبه، ونحن اليوم في هذه الفعاليات وهذا الملتقى الكبير، الملتقى الجامع الشامل، الملتقى الذي تمعت فيه القبائل سيناء قاطبة وقبائل وجه بحري والصعيد، جاءوا إلى هنا اليوم للمشاركة أيضا في سباقات الهجن، وأيضا للمشاركة في العيد القومي لسيناء، العيد 42 لتحرير سيناء. اليوم التقت كل الأطياف، وزير الشباب والرياضة جاء إلى هنا، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، القبائل، الوفود العربية. هذا اليوم يوم عرس، يوم سرور، يوم بهجة، يوم فرحة. عادت الأرض وكذلك عاد الاستقرار والأمن إلى هذه المنطقة، وأنت ترى ما تراه عشرات بل مئات من المضمرين ومن الضيوف ومن المواطن. يعني جينا من اخر الدنيا عشان نشارك في المهرجان العريش، مهرجان غالي علينا الحمد لله، والاستلام الكاس من سياده الوزير دي حاجه كبيره عندي بالنسبه لنا. يعني مهرجان العريش ده مهرجان لي طعم خاص عند البدو كلهم، الحمد لله على التوفيق من ربنا الحمد لله. شارك في هذا السباق عدد من الهجن المدربة من مختلف المحافظات، وسط استعدادات خاصة للمنافسة، وسط أجواء من الفرحة رسمتها العروض الفنية اللي أقيمت على هامش السباق، ليستمتع الحضور والجمهور بأجواء الاحتفال بعيد تحرير سيناء. بنبارك اليوم لجبهة السوارك في الشوط الرئيسي وفوزهم للآن، طبعا بنقول لهم ألف مبروك لجبهة السوارك، وهم أصحاب الأرض وأصحاب النادي، بنقول لهم ألف ألف مبروك. كما نرحب بسيد الوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وله دور كبير في تنشيط هذه الرياضة الرياضية المهمة اللي هي للحفاظ على التراث العربي الأصيل، وسعادة اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، نشكرهم على هذا الزيارة وهذا الحضور الفعال لأبناء البادية وهي رياضة الرياضة، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد وهي رياضة البادية. طبعا كل سنة ومصر كلها بخير وسيناء بخير، وعيد سيناء، عيد تحرير سيناء طبعا، وبنحيي كل القائمين على المهرجان. والله أجواء رائعة جدا، وكل الناس اللي موجودة طبعا شاركت بشكل جميل وتنظيم جميل. ختام السباق شهد حضور مميز لأطفال فلسطين اللي عبروا عن فرحتهم بهذه الأجواء لمحاولة التخفيف عنهم. كمان وجهوا الشكر لمصر على اللي قدمته ليهم من دعم ومساندة خلال إقامتهم في مدينة العريش. اليوم سمعنا هنا في سباق الهجن
انبسطنا كثير في السباق، وكان يوم كثير حلو، ونشكر كثير خدمة مواطنين، ونشكر كل اهل مصر انهم اهتموا فينا وخلونا نيجي هان. شكرا جزيلا. المسابقات هذه كانت حلوه يعني فعلا، واكثر شيء عجبني في الموضوع انه يعني كيف انه في يعني في شغف للوصول لقمه اعلى. اكثر شيء انبسطت فيه اليوم انه اجتمعنا ولعبنا وانبسطنا وحكينا. انا اليوم جيت هان، كان اليوم حلو جدا، انبسطت بشوفتكم كلكم، كان اليوم رائع وأكثر من رائع. عاد مهرجان الهجن لمدينة العريش مرة تانية بعد تطوير مضمار الهجن اللي بيؤكد على عودة الاستقرار والتنمية لسيناء في كل القطاعات. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.